نروح للصوره اللي بعديها. محمد صلاح كمان ازاي الناس ديت بتستغل النجوم بتاعتها، وازاي بتستغل ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم بيلعب في البريمير ليج. حضراتكم يمكن بتشوفوا وشفنا ده في كاس العالم للانديه لما النادي الاهلي لعب البايرن، ان كمان في صفحات خاصه بهذه الانديه بدات بتتكلم اللغه العربيه، لكن كمان البريمير ليج بيتكلم على شيء مهم جدا واحصائيه مهمه جدا احب اقولها لحضراتكم. بيقول لك ان عدد المشاهدين المتابعين للبريمير ليج المصريين وصل ل 85%، 85% من المصريين بيتابعوا البريمير ليج، في حين ان 80% بيتابعوا الدوري المصري، في حين ان 56 منهم بيتابع كاس العالم، و 26% بيتابع لليغا الاسبانيه. طب ناخد من ده ايه؟ ناخد من ده ان البريمير ليج، ان الناس يعني الاجيال الجديده اللي طالعه والولاد الصغيرين اللي طالعين اللي بيحبوا كره القدم خلاص بداوا يبعدوا شويه عن الدوري المصري. دلوقتي تسال اي ولد عنده 13 14 سنه بتحب مين، هيقول لك اسماء خلاص اللعيبه اللي بره، بيتكلم على صلاح، بيتكلم على فيرمينيو، على بنزيما، بيتكلم على كريستيانو رونالدو، على نيمار. لكن متابعه الدوري المصري وجذب الناس والاستثمار للدوري المصري احنا لسه بعيد جدا. وعايز اقول لحضراتكم هم كمان عملوا احصائيه دي ليه؟ عشان كمان محمد صلاح بيجلب الكثير من الاموال عبر اهتمام المصريين بالبريمير ليج، البث التلفزيوني، بتتكلم على السوشيال ميديا. تخيل لما بينزل بوست على مثلا صفحه ليفربول والتفاعل المصريين مع هذه الصفحه، كل دي فلوس يا جماعه، كل ده بيترجم لفلوس وفلوس كتيره جدا. فالناس هناك بتشتغل منظومة متكاملة. محمد صلاح عندنا في ليفربول في البريمير ليج نستفيد منه، بنزل صفحات فيها محمد صلاح، الصفحات دي بيتفاعل فيها، وزي ما قلت لحضراتكم 85% من المصريين بيتابعوا البريمير ليج، طبعا لوجود محمد صلاح وكمان لجودة البريمير ليج. الصوره كمان بتقول لحضراتكم 2 مليون مصري دول مشتركين على صفحات الفيسبوك بيج للبريمير ليج. 2 مليون مصري يعني مشتركين في السوشيال ميديا بالنسبه للبريمير ليج. 88% من الفان المصريين او من مشجعي كره القدم المصريين هم بالنسبه لهم البريمير ليج هو الدوري المفضل. عايز اقول لحضراتكم ان الارقام ديت ارقام تقدر تقول عليها طبيعيه هناك في الدوري الانجليزي، لكن لما بنتكلم على هذه الارقام وهذه الاحصائيات وبنتكلم على هذه الصناعه لازم نقف كثيرا جدا جدا. انا بقول المثل ليه، او طبعا زمايلنا في الاعداد محمد منصف يعني شاطر جدا وجاب لنا التقرير دوت، وانا درسته وعرفت قد ايه ان احنا لسه ما زلنا بعيد تماما. احنا بنتكلم دوت مش عشان عمليه احباط، لا بالعكس، انا كل الرسائل اللي بوصلها من خلال المحترف ان بدي نماذج الناس دي بتشتغل ازاي، سواء على المستوى الفني، على المستوى الاداري، ولكن كمان على مستوى التسويق، على مستوى صناعه كره القدم. صناعه كره القدم احنا دايما بنقول لفظ كره بقت صناعه، ولكن هل احنا بنهتم بهذه الصناعه؟ هل الارقام دي موجوده؟ هل الدوري المصري يستحق ان يتصرف عليه كل هذه المبالغ؟ هل الدوري المصري في يوم من الايام هيحط رجليه على الطريق الصحيح ويبقى عنده هذه المبالغ من يعني دخول الاموال؟ يعني انت تخيل البريمير ليج بيساعد انجلترا في الدخل القومي. امتى تكون الكره المصريه بتساعد الدوله في الدخل القومي؟ ده سؤال هنوصل له، يعني هنوصل له ولا مش هنوصل له؟ لا ان شاء الله نوصل له. احنا عارفين الطريق كويس قوي. المفروض ان احنا نبدا في استثمارات في كرة القدم، في استثمارات في كرة القدم، بنية أساسية موجودة، بنية أساسية، عندنا ناس بتحب الكورة، ما شاء الله المصريين كلها بتحب الكورة، وقت من الأوقات الاستادات هتتفتح، يبقى كل الناس موجودة، لأن اللي عايز يساعد ناديك كمان لازم يخش ويشتري تذكرة، أنت بتساعد ناديك وبتحب ناديك عشان تروح تشتري تذكرة، أنت كده بتساعد في نمو الاقتصاد لكرة القدم، في يوم من الأيام إن كرة القدم ديت لازم تكون عامل مهم جدا في عملية البطالة. ناس كتير جدا لازم تشتغل من خلال منظومة كرة القدم. زي ما بقول لحضراتكم البريمير ليج في موسم 19-20 يعني ساعد في توظيف 94 ألف واحد إنجليزي اشتغل من خلال كرة القدم.
منظومة كبيرة جدا جدا، وده يمكن الجزء الأولاني، لسه عندنا أجزاء تانية عشان نشرح لحضراتكم كيف يدار البريمير ليج من ناحية التسويق، من ناحية الاقتصاد، وقد إيه ده كمان عامل مهم جدا. صورة محمد صلاح اللي كانت موجودة كان مهم جدا ان هم كمان بيستغلوا النجوم اللي عندهم. هل احنا استغلنا محمد صلاح لغايه دلوقتي استثماريا؟ سيبك من فنيا، مش هنتكلم فنيا، هل استثمرنا وجود احسن لاعب في العالم دلوقتي على مستوى التسويق، على مستوى الاستثمار، على مستوى الفلوس؟ اعتقد ان احنا لسه قدامنا الكثير. ما مش عايز احبطكم، لكن لسه الامل موجود، وان شاء الله من خلال المحترف هنقدم لحضراتكم نماذج كثيره جدا كيف تدار كره القدم في اوروبا والانديه الكبيره.